بتحيوا بعض في الافراح عندكم كده برضه يا شيخ العرب؟ والله بتفهم في الاصول. عايش لك خدام طول عمري. ما انت خدام بس خسيس. فكرت انت لو مت انا وضعي هيبقى ايه؟ يا ستي محدش بيموت فاس عمر. يا ابني مفيش مخدرات مفيش قضيه. بره بره يا بنت الفل. سامت ارمس الهرب. اخو سالم المسلمي مش هيتحمل مش هيتحمل. اسم الله عليك يا شيخ العرب، اتخضيت ولا شفت عفريت؟ سليمان اتمسك وقتل ظابط. اختار المكان والزمان اللي بدك اياه والبضاعة بتكون عندك. عيب كذا يا بيه، احنا بلدنا اسمنا نعمل كذا. طب ما تروح تنام، ده نوم الظابط عبادة. هتدور كويس. استنى شوفيها. لازم الداخلية توقف عند حدها، أنا عايزها مجزرة. خلص الكلام.